بكم مشاهدينا مشاهدي قناة 22 في حلقة جديدة من برنامجكم كانال تيوب، والجولة جديدة فيما جاد به العالم الافتراضي من أخبار وآراء. من منا لم يشاهد فيديو الإمام والقطة؟ فيديو خرج من الجزائر وجاب العالم بأسره، فنشرته قنوات أجنبية عبر منصاتها التواصلية. القطة اقتحمت محراب الإمام أثناء صلاة التراويح بأحد مساجد ولاية برج بوعريريج، وصعدت على كتفه بطريقة بدت وكأنها تداعبه خلال إمامته الناس. وأثناء صعودها مسكها الإمام وربت على ظهرها. ووثق الإمام والقارئ الجزائري وليد مهساس عبر صفحته في الفيسبوك اللحظة التي حظيت بتفاعل واسع. نشاهد. ناشطون ومنصات عربية وأجنبية عديدة نشر مقطع الفيديو هذا وأشادوا بتصرف الإمام وهدوئه. فعلق الناشط المصري عبد الله شريف على المقطع قائلا: بحركة عفوية بسيطة طار المقطع من أرض الجزائر بين صفحات الشيشان شرقا إلى مواقع الأمريكان غربا. أفسد الشيخ الطيب نصوصا كتبت ونجوم تكلفت وبروفات أرهقت وملايين أنفقت بتصوير مجاني ودعاية مجانية وقطة، إنها قوة الحقيقة. أسماء تقول: الشيخ وليد مهساس ما شاء الله صوته الشجيع عجب حتى القط، جمع وين يصلي بالناس يتعمر حتى يصليه برا رجال ونسى، صوته الرائع معمر علينا أجواء البرج الله يبارك. أم إسلام معراج تقول: لقطة عفوية مريحة تثلج الصدور، جاءتنا في خضم مشاكلنا اليومية لنأخذ منها العبرة، سبحان الله، فالكل في حضرة القرآن آمن. وملاك تقول: ردة فعل الإمام رائعة وتبين علو أخلاقه وثباته ما شاء الله عليه، وصوته أكثر من رائع. مقطع فيديو مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعروسين يعقدان قرانهما داخل أفضل الأماكن المقدسة على وجه الأرض، وسط المعتمرين المتواجدين من شتى بقاع العالم، وسط مباركات من الحضور. نشاهد. مقطع الفيديو الذي وثق لحظة عقد قران العروسين تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ حظي بملايين المشاهدات والتعليقات. كان من بينها مثلا محمد حكيم يقول: هنيئا لهما، بداية موفقة شهدها الله ورسوله، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في الحلال. فايز أبو خالف: مكة مكان مقدس للعبادة، للصلاة، للدعاء والتهجد فقط، الزواج والخطوبة في بلادك. أحمد صالح يقول: لا يجوز عقد القران مع الإحرام. ونانا تقول: خلص العمرة وتحلل وعقد قرانه. مشاهدينا، يشار إلى أن المملكة العربية السعودية سمحت منذ سنوات بإقامة مراسم عقد القران في ساحات المسجد المكي الشريف، وذلك إسوة بعادات أهل الحجاز. في موضوع آخر وفي فيديو يحبس الأنفاس، تناوب رجال على حفر الأرض لإخراج 10 عمال منجميين عالقين، حيث تم إنقاذ العمال المنجميين الذين يشتغلون بطريقة بدائية في منطقة يانغي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن قضوا أكثر من 18 ساعة تحت الأرض. دخل هؤلاء الرجال في النفق بحثاً عن الذهب تحت هضبة كبيرة، وذلك عند الساعة 10 ليلاً. بدأت الأمطار بالتهاطل ما أدى إلى انزلاق أرضي ترك 10 رجال عالقين إلى غاية بعض ظهر اليوم التالي، عندما تحسنت الظروف المناخية وأصبحت مواتية لتنظيم عملية إنقاذهم، بادر زملائهم بالحفر لإخراجهم. نشاهد.
عملية الإنقاذ هذه تم تصويرها وتناقلها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت التعليقات حولها كثيرة. يوسف البطش مثلا يقول: الله يكون بالعون، لقمة العيش صعبة. محمد ياقوت يقول: مع خروج كل نفس الواحد قلبه بيفرح بجد. وعبير تقول: ألف مرة شفته ولا ينمل، المقطع مليان إنسانية ورحمة وشعور بالمسؤولية، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. وأبو عبد الله يقول: الثروة للأوروبيين والموت للأفارقة، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا مشاهدي قناة 22، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من قناة تيوب. موعدنا الأسبوع المقبل وحلقة جديدة، لكن قبل الختام نترككم مع مشاهد تسر القلب قبل العين. في أمان الله. طلعت أخذ بنطلوني من الغسيل، أم لقيت هذا المنظر يا اخوان؟ شو ساوي؟ طلعها طيرها، حرام. وفي تحتها بيض المشكله. خليك يا حبيبي خليك، بس يفقس البيضات ابقى احكي لي عشان اخذ البنطلون، بس تعالوا منك شوي. والله مش عارف شو ساوي. اعمل ايه؟ انت لسه واقفه؟ طيب